السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السلام عليكم. مضيعات الوقت داء عضال يشكو منه كل إنسان حريص على وقته، وقد كثرت وانتشرت في هذه الأيام حتى أصبح التخلص منها وتفاديها من أصعب الأمور. وهذه المضيعات للوقت قسمان: مضيعات داخلية تكون من الإنسان نفسه، وينتج هذا النوع غالبا من عدم التخطيط السليم، ومضيعات خارجية من الآخرين المحيطين بالشخص مثل الأسرة والمجتمع. أهلا وسهلا بك معنا في حلقة اليوم من برنامج السلام عليكم. حلقة اليوم تتكلم عن مضيعات الوقت، هذه الظاهرة التي انتشرت في مجتمعنا، ما وجهة نظركم حولها؟ هذه ظاهرة، أعتقد أنها ظاهرة محالية وخطيرة، بها للوقت من ذهب وأخر الرقاج ما يضيعوا، الوقت من ذهب وأخر الرقاج ما يضيعوا، لأنه شيء منه فات مشى مات لا يرجع. مضيعات الوقت قد تكون أمورا نسبية، فمثلا قد يأتيك زائر بدون ميعاد ويقتطع جزءا من وقتك، فبينما تشعر أنك على جمر يتلظى، يشعر هو في المقابل بسعادة غامرة وانطباع جيد عن هذا اللقاء. ما رأيك في مضيعات الوقت التي أصبحت منتشرة في مجتمعنا؟ شنو هو أهمها وما هي آلية محاربتها؟ مضيعات الوقت، آلية محاربة مضيعات الوقت هي يخلق فرص للشباب العمل. نطلب من الدولة توفر لنا برامج شغل عمل أهمية للشباب يستم يستفرق فيها. مضيعات الوقت هي اللي تسبب في أسر من مؤثرات اللي منها هذه الشباب الضايع، المخدرات، هذه المخدرات وهذه الآفات اللي أسر. ونطلبهم الدولة توفر لنا عمل باش الشباب ما تلاقي يضيع الوقت. من مضيعات الأوقات كذلك الجلسات واللقاءات غير المفيدة، سواء كانت عائلية أو غيرها. منها كذلك الزيارات المفاجئة من الفارغين. من مضيعات الوقت أيضا التردد في اتخاذ القرار. ومن أشهر مضيعات الوقت الاتصالات الهاتفية غير المفيدة، فكم من شخص أضاع الكثير من الوقت في الحديث بالهاتف عن أشياء قد لا تفيد في الدنيا. حلقتنا اليوم عن مضيعات الوقت، ما هي المظاهر وما هي سبل العلاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا عن مضيعات الوقت كثيرة اليوم، عادة متجدرة، عادة خصوصا اليوم الوسائل العلمة اللي موجودة عادة معينة على ذلك، من الانترنت وغيره، مواقع التواصل الاجتماعي اللي نجد أنها لا تخلو في أي وقت من الأوقات، من زوار حتى الساعة الواحدة في الليل والثانية صباحا تجد فيها أشخاص. وكذلك السيف، الوقت كما يقال هو سيف إن لم تقطعه قطعك، والليل والنهار يعملان فيك، فإن لم تعمل فيهما فإنهما يعملان فيك. ومضيعة الوقت هو خطير، وهو من العمر، دقائق تعد من العمر، يجب من الإنسان أن يستشعر أنها دقائق مشات من عمره، تقدم بها خطوة شورى لآخر واستدبر بها الدنيا. لا شك أنه هذه من المعينات على أنه يعود يفكر التفكير، أنها معينات من اللي تعينه على أنه يعرف أهمية الوقت، وأنه الحياة كاملة إنما هي عبارة عن دقائق وثواني هكذا تمر. أضيف إلى ذلك طول جلسات شرب الشاي في المنازل، وطول ساعات المتابعة والمشاهدة للتلفزيون وما فيها من أفلام ومسلسلات. وسهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج السلام عليكم. حلقتنا اليوم عن مضيعات الوقت، ما وجهة نظرك حول هذا الموضوع، وهل من مضيعات معينة تذكرها؟ أنا يظهر لي عن مجتمعنا هذا يعد مجتمع واعي، اللي منه جاه الليل سالم يطلب مدانة يعطيه، إذا أصبح سالم وما اللي يعود يوحل فيها لا شيء منتج، اللي ما ماشي عدل طريقة يقدر يعيش بها،
والله ما يمشي ما اللي يعود واخذ يتعبدهم وما اللي تنفعه في الآخرة. هذه الناس اللي تنزل مرياص وذي الناس اللي تلعب ضامت اللي واحدة فيه الله اللي عنه ولا الباطل به اللي ما هو شي نافعه في الدنيا ولا هو شي نافعه في الآخرة. سيدنا في هذه المظاهر ما هي المظاهر الأخرى؟ نعم ذكرت المرياص ذكرت شي المظاهر الأخرى. العمل الحمد لله ما في شي ما هو يلا يعود منتج لمداهب اللي ما له يصبح رقاجة بيع كرتات ما هو مستفاد منهم ولا يصبح رقاجة. مهمة لا رواية لا تعود حلال على الإنسان يسلك من أمور الكذب ويسلك من أمور اللي ما هي مثلا ما هي نافعته الدنيا ولا الآخرة ويعود على كل حالة برنامج يدور الله يساعد والله حتى كامل عدد الشم الطابق يدور يساعدوا فيها الله. منها كذلك القراءة غير المفيدة ويدخل فيها فضول العلم عند تقديمه على الفاضل، وكذلك بدء العمل بصورة ارتجالية بدون تخطيط ولا تفكير، وكذلك الاهتمام بالمسائل الروتينية قليلة الأهمية، وكذلك تراكم الأوراق وكثرتها وعدم ترتيبها. ومن أكبر مضيعات الوقت عدم القدرة على قول لا، أو ما يمكن أن نسميه بالمجاملة في إهداء الوقت لكل من هب ودب. الشباب الزمن عاد مضيع الوقت شين قالوا السهر شين قالوا شد الأخبار ولا مات ما هو يلا الإنسان يحافظ على دينه يحافظ على صلاته. إيش قال الشباب مات له واحدين ما هو في السهر واحدين في شد الأخبار وذاك مات له زمنه السهر بلا فايدة ولا فايدة على الشباب ولا فايدة على المواطنين ولا فايدة على الناس كاملة. يلا لدمية تخلي عن الشباب بالخصوص يخلي عنه السهر ويوحل في صلاته ويوحل في دينه وتوب. وأخيرا من مضيعات الوقت كثيرة الانتشار التسويف والتأجيل. يمكن السيطرة على مضيعات الوقت بالأمور التالية. كريم أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة التي نتكلم فيها عن مضيعات الوقت. كثيرون يضيعون الوقت في أمور لا فائدة من ورائها لا تفيدهم في الدنيا ولا في الآخرة. هذه مظاهر تتعدد وتتشعب حسب الأسباب وحسب الفئة العمرية. حدثنا عن الموضوع من فضلك. نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الشباب يكون عنده وهم يسمى الحب، حب لا يكون إلا لله. هنالك سهلت هذه الاتصالات هذا النوع من تضياع الوقت والتهكم في أمور لا طائلة من ورائها. تجد الواحد فوني على سبيل المثال وكثير من الأمور. نسأل الله السلامة والعافية ونطهر منها جميع الشباب. كما أن الشيوخ بعضهم يضيع الوقت في ظلام ومرياص وأمور تافهة إلى أقصى حد لن تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة. كذلك الشاي وكذلك إلى فلان كي نقتل الوقت. الوقت كما قال فيه الحكيم هو أنفس ما عويت به وراه أسهل ما عليك يضيع. هذا هو الوقت، خاصة الشباب الذين تعتمد عليهم الأمة ولن ترتفع أمة إلا بالشباب. عليهم أن يكونوا على المستوى وأن ينتبهوا لأنفسهم وأن يحصلوا إذا كانوا من أهل الدراسة أن يعتمدوا على الدراسة، وإن لم يكونوا من أهل الدراسة كالتجارة أن يكونوا على المستوى وأن يثقوا في أنفسهم ويعرفوا أن الأمة بحاجة إلى الشباب. خلاصة الأمر أن الأمة بحاجة إلى الشباب وبحاجة إلى عدم تغيير الوقت تضييع الوقت. هل من وسائل وخطوات عملية تقترحها على الشباب وعلى الشيوخ وعلى كل من يضيع وقته في أمور لا فائدة من ورائها؟ يجب على الجميع أن لا يضيع الوقت إلا في أقل مكان في الدنيا، وهذا المكان طبعا المسجد. يجب على الشباب أن لا، هذا ليس ضياع، هذا رصيد أخروي أخي، هذا رصيد أخروي. إن كانوا من أهل البطالة فعليهم بالمسجد، إن كانوا من أهل العمل فعليهم بالأوقات الصباحية الباكرة، صلي الصبح ركعتين واجلس في مكانه حتى تطلع الشمس، يذهب إلى مبتقاه. إن كان من أهل الدراسة يكون في الدراسة، وسيكون هذا من خير أيام حياتي. هذا هو أبسط شيء يجب أن يكون في استخدام الوقت. جزاك الله خير أخي الكريم، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستغلون أوقاتهم ومن الذين يقومون باكرا ويبدأون نشاطهم يومهم بالنشاط.
تجمع البيانات اللازمة عن مضيعات الوقت. حدد سبب تضييع الوقت بدقة. ضع عددا من الحلول لكل مضيع للوقت، ثم اختر أنسبها. أخيرا عزيزي المشاهد، اعلم أن السيطرة على مضيعات الوقت لا تلتزم بالضرورة إزالتها بالكلية، لأن بعض هذه المضيعات ضروري ومهم، ولكن لا بد من السيطرة عليه بدلا من سيطرته هو علينا. السلام عليكم.